هكذا انتظر أردوغان بطريقة مخجلة اليوم وبعد 3 سنوات. يتكرر المشهد ولكن بطريقة معاكسة. هل هو الانتقام من الرئيس التركي لما حصل له من قبل؟ أغلقوا خطوط الغاز ويبحثون عن المذنب. هكذا سخر بوتين من أوروبا وقادتها، تركيا وإيران وسوريا، الجميع يقولها بصوت واحد على أمريكا مغادرة سوريا. هل هو تحالف من نوع جديد يطلقه الدب الروسي؟ مرض خطير يصيب الرئيس الأمريكي، فما هو هذا المرض الذي قد يودي بحياته؟ قصف تركي جديد على العراق وتوعد عراقي بالرد، وباء صيني جديد وخطير، هل هي جائحة أخرى؟ يا أصحاب العيون الضيقة، تركيا تتجه لتغيير التعامل بالدولار خارجيا، فهل هي خطة من موسكو؟ أوكرانيا تقاتل بجنود معدلين وراثيا، ما هذا الرعب؟ وبريطانيا تعلن حالة الطوارئ وتطلب النجدة، وبوتين يظهر بمفترسة السفن، وكييف تهدد بضرب أسطول موسكو البحري. لعبة الانتظار. الانتظار للانتقام صار لعبة. هكذا انتشر الخبر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن عاش الرئيس الروسي لحظات ثقيلة أمام الكاميرات. القصة أثارت ضجة إعلامية كبيرة، إذ ظهر بوتين خلال مقطع فيديو وهو ينتظر نظيره التركي رجب طيب أردوغان للاجتماع به على هامش قمة طهران لمدة قاربت الدقيقة، مع علامات الملل التي بدت واضحة عليه. وفي إشارة غير واضحة تحمل نوعا من العتاب على التأخير، هناك وصل الرئيس التركي وتقدم بوتين خطوات ليسلم عليه. هل أراد أردوغان الانتقام على ذلك الموقف بعد مرور 2 عامين كاملين؟ لكن الدب الروسي جعل أردوغان ينتظر أكثر من مرة ولوقت أطول في كل مرة. سخرية بوتين. هم قرروا الاعتماد على الطاقة غير التقليدية مثل الشمس وطاقة الرياح، لكن اتضح أنه شتاء طويل وليس هناك رياح. هكذا سخر بوتين من قادة أوروبا. الرئيس الروسي أضاف متسائلا، ما علاقة غازبروم بذلك؟ ما علاقتها؟ لقد أغلقتم خطا ثم أغلقتم خطا آخر، وفرضتم عقوبات على محطات ضخ الغاز. شركة غازبروم مستعدة لضخ أكبر قدر ممكن من الغاز، لكن الغرب أغلقوا كل شيء بأنفسهم. وأوضح بوتين أن الغرب فرض عقوبات على خطوط نقل الطاقة وأغلق بعضها، ثم اتهموا شركة غازبروم بالتسبب في الأزمة. لكن زعيم روسيا عاد وهدد بقطع الغاز عن أوروبا، فهل يخطط الدب الروسي لذلك؟ القمة الثلاثية. في قمتهم الثلاثية دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوات الأمريكية إلى مغادرة المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات في سوريا، وطلب وزير الخارجية الإيراني كذلك واشنطن بمغادرة الأراضي السورية فورا ومن دون أي شروط، وهي الدعوة نفسها التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهما واشنطن بسرقة النفط الروسي وبيعه في الخارج. لماذا كل هذا التوجه لإخراج الأمريكان يا ترى؟ الجواب جاء من الرئيس التركي، إن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيجعل مكافحة الإرهاب أسهل. أما واشنطن فكان ردها فقط أن زيارة بوتين إلى إيران تدل على عزلته وتدل على عدم نية الدب الروسي إيقاف الحرب. وماذا عن سوريا أيها الأمريكان؟ وباء صيني خطير.
وكالة الأنباء الصينية تكشف تسجيل أول إصابة بالطاعون الدبلي أو ما يعرف بالموت الأسود في مدينة ينشوان شمال غربي البلاد. المصاب الذي عاد إلى المدينة كان قادما من منغوليا شمالي الصين. السلطات في المنطقة أطلقت الاستجابة الطارئة للوقاية من الوباء والسيطرة عليه. مرض الطاعون أودى بحياة حوالي 50 مليون شخص في إفريقيا وآسيا وأوروبا قديما، وهو مرض معد يؤدي للوفاة، ويأتي بسبب بكتيريا تأتي من القوارض والبراغيث وحيوانات أخرى، وليس له علاج حاليا إلا بالمضادات الحيوية. العراق الجريح. عشرات القتلى والجرحى سقطوا في قصف صاروخي تركي على محافظة دهوك شمال العراق. مصدر أمني كردي قال إن 9 أشخاص قتلوا في القصف الذي أصاب منتجعا على الحدود بإقليم كردستان بين العراق وتركيا. العمليات التركية في العراق تثير توترا مع بغداد، وأردوغان يتعهد بحل ملف حزب العمال الكردستاني. ألا تستحون يا هؤلاء؟ كم سيتحمل العراق طعنات وجراح؟ من جهتها تركيا تنفي صلتها بالحادثة وتعلن عن أسفها لمقتل المدنيين. وهنا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتهم تركيا بارتكاب ما وصفه بالانتهاك السافر للسيادة العراقية، وطلب تركيا باعتذار رسمي وسحب قواتها من العراق. تطالبون باعتذار رسمي؟ هذا أقصى ما يمكن أن يفعله العراق؟ وهنا رد عراقي جاء على استحياء بطائرات مسيرة استهدفت أماكن تواجد الجيش التركي في الأراضي العراقية. البجعة البيضاء. يلقبها العسكريون بالبجاعة البيضاء، تستطيع حمل ما يزيد عن 12 صاروخا نوويا وإلقاء ما يصل إلى 24 طنا من القنابل. القاذفة النووية الروسية توبوليف 160 الأضخم في العالم، يلقبها الروس بمفترسة السفن، ويلقبها الناتو بباك فاير. حلقت قرب شواطئ السويد وفنلندا للتذكير بمعارضة موسكو لتوسع الناتو في المنطقة. صممت للفتك بالسفن المعادية ولضرب الأساطيل البحرية، يصل مداها إلى 7000 كيلومتر، وهو ما يضع أوروبا والولايات المتحدة ضمن مداها، ويمكن تزويدها بالوقود جوا. الأحداث والتطورات. إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا، والبيت الأبيض يبث صورة لبايدن ليثبت أنه بصحة جيدة. لكن قبل ذلك جو بايدن كان قد أثار ضجة على السوشيال ميديا بإعلانه الإصابة بسرطان الجلد خلال حديث له عن الانبعاثات، فيما قد يكون إعلانه هذا زلة لسان أو إفصاحا رسميا عن إصابته بالمرض، وبيان للبيت الأبيض ينفي إصابة بايدن بسرطان الجلد. روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة المنشآت النووية وتحذر من كارثة. رقم هائل للقتلى الروس في حرب أوكرانيا كشفته المخابرات المركزية الأمريكية، قدرت عدد قتلاهم ب15,000 قتيل. وسبق هذا التقرير إعلان وزير الدفاع الأمريكي عن رجوع كفة أوكرانيا بالحرب، وأن المساعدات الأمريكية أحدثت فرقا كبيرا في المعارك. هل الأمريكان صادقون بإحصائياتهم هذه؟ زيلينسكي حزمة العقوبات الأوروبية 7 على روسيا في مراحلها النهائية. بعد طلب روسيا تلقي مدفوعات النفط من الهند بالدرهم الإماراتي بدلا من الدولار الأمريكي، تركيا أيضا تتطلع للتخلي عن الدولار في مدفوعات الطاقة الروسية. يعمل البلدان على اقتراح لمدفوعات التجارة بينهما بالعملة المحلية بما في ذلك مشتريات الطاقة. أوكرانيا تقاتل بجنود معدلين وراثيا، هذا ما صرحت به موسكو. موقع روسي كشف أن أوكرانيا تقوم بتجارب سرية لتحول جنودها لآلات بشرية خارقة. نائبة رئيس مجلس الدوما زعمت تلقي الجنود الأوكران لأدوية حولتهم لوحوش قاسية وفتاكة. أكد نائب وزير الدفاع الأوكراني أن أوكرانيا ستسحق الأسطول الروسي في البحر الأسود وتستعيد السيطرة على شبه جزيرة القرم بأسلحة غربية.
الصين عادت للتهديد والوعيد في خطابها للولايات المتحدة، والسبب هذه المرة زيارة مرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي إلى تايوان أغسطس المقبل. قالت بكين: زيارة بيلوسي لتايوان انتهاك صارخ لسيادة الصين ووحدة أراضيها. أجزاء من بريطانيا تحترق، النيران تلتهم المنازل، والسلطات تعلن حالة الطوارئ القصوى. سجلت المملكة أقصى درجات حرارة في تاريخها، حتى أن سلاح الجو البريطاني أوقف الرحلات بأكبر قاعدة عسكرية له، لأن الحر أذاب مدرج القاعدة. بوتين خرج من قمته مع تركيا وإيران بأشياء إيجابية كثيرة، في المقابل كان بايدن قد عاد من الشرق الأوسط فارغ اليدين، فهل صارت الكفة راجحة لصالح الروس؟